العديد من الفنانين العرب المشاهير من مواليد شهر إبريل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهاردة هيكون مميز جدا عن باقي الفيديوهات، تابعوا الفيديو للآخر علشان نعرف مواليد شهر إبريل من الفنانين. قصي قولي، مواليد 26 إبريل 1976 ميلادية. شيري عادل، مواليد 1 إبريل 1976. دنيا بطمة، مواليد 19 إبريل 1988. الفنانة فيفي عبدو، مواليد 1 إبريل 1991. جوليا بطرس، مواليد 26 إبريل 1953. الفنان يحيى الفخراني، مواليد 1 إبريل 1968. الفنان الراحل نور الشريف، مواليد 7 إبريل 1945. وليد توفيق، مواليد 28 إبريل 1946. الفنان الراحل ملحم بركات، مواليد 8 إبريل 1957. الفنان الراحل عمر الشريف، مواليد 5 إبريل 1942. فضل شاكر، مواليد 10 إبريل 1932. سيف الدين سبيعي، مواليد 1 إبريل 1969. جمانة مراد، مواليد 4 إبريل 1973. مي نور الشريف، مواليد 1 إبريل 1973. وبكده يكون خلص فيديو النهاردة. استنوني في فيديو جديد على قناة مشوار العمر. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك واشتراك للقناة وتفعلوا زرار الجرس علشان كل الجديد يوصل لكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.